أهم المشاريع الواردة في برنامج التنمية الحضرية للمدينة. شكرا السيد الرئيس. فيما يخص هذه النقطة ديال النقطة الثانية سيد الرئيس، أنا كنتمل هذا الانخراط ديال المياه والغابات في هذه العملية تعبئة العقارات اللي هي واحد الموضوع مهم جدا. القاعة ديال القدس كان يعني 1875، واش هي القاعة بوحدها ولا القاعة والمحيط ديالها غير أطيحات تقنية؟ كاين واحد الدخول ديال الجهاز ديال المجلس الجماعي إلا وسيكون ذاك الجانب الاجتماعي اللي كاين فرصة حتى المياه فقد أثيرت تساؤلات حول طبيعتها وأسماء الواهبين، وجاء في الردود أن الأمر يتعلق باعتداء مادي على ملك الغير. نحن نتمم عاليا بناء وتأهيل هذا الملجأ في أسرع وقت ممكن. أننا نشتغل الآن على تصميم التهيئة الرابع اللي يهم أكادير الجنوب، واللي أكيد السيد الرئيس توصل باستدعاء من أجل الحضور الأشغال ديال الانطلاقة الفعلية ديال هذا التصميم التهيئة إن شاء الله يوم 17 ماي 2022. فهذا كله أنوافقون. الدراسة والمصادقة. الدراسة والمصادقة. محمد بركة، عضو المجلس الترابي لجماعة أكادير. اليوم كتنعقد الدورة العادية لشهر ماي، واللي كتضمن 30 نقطة في جدول الأعمال، مجموعة تاع النقط تتهم برنامج التنمية المحلية بتعبئة العقار لتنفيذ هذا البرنامج، ونقاط أخرى تهم برمجة الفائض الحقيقي، كما تضم نقاط أخرى نقاط رياضية ونقاط اجتماعية. النقاش كان على مستوى المجلس نقاش جاد ومسؤول، نقاش جدي، تبادل الرأي، سجال جدال، طرح آراء، يعني دورة عرفت واحد ديمقراطية حقيقية، يعني الجميع له حرية التدخل، له آراء، يعني كطرح الرأي ديالو بواحد الحرية مطلقة، وفي الأخير يصب الجميع في مستقبل جماعة أكادير ومدينة أكادير اللي الكل يطمح بالرقي ديالها وجعلها ضمن المدن العالمية، وهذه إرادتنا جميعاً.